كل البنات. بنت اليمن يا أصيلة يا فخر كل البنات. بنت اليمن يا أصيلة يا فخر كل البنات. جهودك الثورية تحقق الأمنية. To hear about the President Ali Abdullah Saleh to say to us or his sister to say that this is shame that they walk with men. This is not, this talk is against our religion and our custom and our tradition and our religion. This our society. Is a society of religion, and this and I said to him that this is very shame. I look to him as my brother or my son or my son or my brother or my father. قبل قيام الثورة لكن بعد قيام الثورة عدلت عن رأيي. قيل لي لما لا تكتب أشعارا وطنية؟ المقصود من قال لي بها هذا أن أمدح الحاكم، فأجبته يا مسقط رأسي ما يجدي نظمي أشعارا وطنية، من نهبوا خيرك في ترف وبدون حياء أعلانية، في وطني أحيا منفيا أقتات بأثل السبعية، سأشد رحالي ما دامت قد غربت شمس الحرية، سأشد رحالي ما دامت كسرات الخبز الأمنية. لكن بعد قيام الثورة الحمد لله سنصمد حتى يسقط الطاغية، ولا داعي للهجرة ولا داعي للاقتراب ما دام معنا ثرواتنا. وسيلو وسيلو وسهيل برك خيلو، من حين ما سمع صوتك وطال الطاغية ليلو، يرى عز النهر غدرة وحفل المشنقة حوله، لا يقدر علي يرقد ولا يقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تهامة وهؤلاء أبناء تهامة، رجالا ونساء برغم الحر القائض الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يجلس معه في هذا الحر،
دقائق معدودات إلا أن هؤلاء الرجال صامدون ولأيام طويلة وسيستمر صمودهم ليثبتوا أن قضيتهم أكبر من كل قضية وأنهم مستعدون أن يتحملوا من أجلها الكثير وكثير من المعاناة. إن واحدا من هؤلاء يساوي المئات ممن يحتشدون ولدقائق قليلة ومعدودة في السبعين. وإذا أراد الرئيس المخلوع أن يختبر شعبيته فلينزل إلى الحديدة ولنرى ماذا سيجتمع له في إحدى ساحاتها في هذا الحر القائض. تحية لهؤلاء الثوار الأحرار ولهؤلاء الحرائر من أخواتنا الفاضلات الذين يتحملون هذا القيض الشديد دفاعا عن قضيتهم وعن وطنهم وانتصارا لثورتهم. أشعر حقيقة بالشرف الشرف الكبير بأننا الآن نزف في ساحات التغيير. ويعني حقيقة كان الأمل كل الأمل برحيل الرئيس علي عبد الله صالح يعني قبل هذا العرس، لكن هذه إرادة الله عز وجل. اللي طائرة واحد ينزل الذي يقوم بها المجلس الطلابي شباب التغيير جامعة الحديدة. طبعا عدد الفرق المشاركة في هذا الدوري 25 فريق. بدأ الدوري في يوم الثلاثاء الماضي، وهو الدوري مدة 12 يوم تمام، حتى يوم الخميس القادم إن شاء الله يكون إن شاء الله الدوري قد انتهى. وهناك جوائز قد أعدت ورتبت لهذا الدوري للأخوة الفائزين المركز الأول والثاني والثالث. و كان الهدف الرئيسي من هذا الدوري أنه التجديد والنشاط داخل الاعتصام وتغيير الجو الشباب داخل الاعتصام من وإبعاد الملل عنهم داخل الاعتصام. لذلك قررنا هذا الدوري يكون دافع لهم إلى الأمام وأنهم يستمروا داخل الاعتصامات وأن نكسب الآخرين إلى داخل الاعتصام ليستمروا معنا. وكان الدوري تحت شعار رياضة حتى يسقط النظام، ونحن مستمرين إن شاء الله. والآن دوري أخرى أكثر من دوري، مع دوري شطرنج إن شاء الله سيقام، مع دوري شطرنج سيقام للنساء في مكان النساء إن شاء الله للطالبات هناك، ومعنا دوري إن شاء الله سيرتب في أوقات أخرى إن شاء الله للأيام القادمة بإذن الله تعالى. أنا دوري في ساعة الاتصام يعني شباب دوري النظام حتى يسقط النظام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وثاني شيء مشان تنشيط الشباب نحن ندعي الله سبحانه وتعالى بسقاط النظام، والله كفيل بالأمر هذا إن شاء الله. فهذا دوري تجريبي لكرة الطائرة في المعتصم تنشيط الشباب تغيير، مع أن طالت المدة حسب ما نشوف المدة طالت، وهذا شيء بيدنا سبحانه وتعالى مش بيدنا. ونحن بندعي الله سبحانه وتعالى دائما ونبعد الملل الشباب اللي موجود الآن، نشطهم في دورات كرة السلة كرة الطائرة قصدي إن شاء الله. مرة أخرى بيكون في دورة كرة القدم، تكون في مسابقات. ما دمنا موجودين هنا لازم نحيي الاعتصام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكاس الدور إن شاء الله للفائز في كرة الطائرة إن شاء الله.
وسيل عليهم التاريخ، وسيل عليهم التاريخ الى مزبلة التاريخ، وسيل الشعب. طبعا حتى يرى كلمة ارحل، لاننا ملنا منه وسئمنا من حكمه الفاسد ومن كلامه الكذب، وكل اسبوع ينتظر حكاية حتى يلقيها للناس. هذا الاسبوع القى على قطع الرجل اللي قطع لسانه، ثاني مرة بروح مركز السرطان او مكان بيبحث عنا حاجة عشان يتكلم عنها عشان يدور اي خبر. وان دمي لو عرضي لو ضحيت بمال الصورة. هذه كنوز الثورة، شهد معي في الصورة، هذه كنوز الثورة، لآلئ منثورة أضاءت المعمورة، لآلئ منثورة أضاءت المعمورة. This is in كل شرائح المجتمع أنا. هنا الذكي المبدع والعالم المتواضع والمشتري والبايع نفوسهم مسرورة، أيضا لبنت الخنسة مواقف لا تنسى، هذا النظام الأعمى يريدها مغمورة، هذا النظام الأعمى يريدها مغمورة. أنا وليلي أنا وليلي ليلي ليلي أنا وليلي أنا وليلي ليلي ليلي. شاهد معي كنوز الثورة.